أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة طلاق کی دو آیات رہ گئی تھی، پہلے ان کی تلاوت کر لیتے ہیں. جنت تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورة التحريم مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله عليم حكيم. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني الأليم الخبير. إن تتوب إلى الله فقد زغت قلوبكما وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. آس ربه إلى تلك كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سايبات وأبقار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد.